السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نشوف نتيجة الترقيب الأرضي اللي سويناه، فراح أزيل الحجر وراح أشوف معكم إذا في عروج أو في جذور انبتت في التربة، وراح نشوف إذا التجربة نجحت. نظريا الطريقة المفروض تنجح. إحنا الحين في نهاية شهر 3 شهر مارس، فالمفروض انه يكون في نمو للجذور. راح نشوف مع بعض. ما في اي شيء للأسف، هذه التجربة ما نجحت، غريبة يعني. راح احاول معكم شيء، راح احاول اني ادفن الغصن اكثر، يمكن هذا ينجح. لما الغصن يندفن اكثر راح احاول ادفنه بشكل عميق جدا. انا اثبت الغصن بهذه الطريقة. أعتقد أني راح أحتاج الحجر مرة ثانية، بس راح أثبت بهذه الطريقة وراح نشوف. ما أدري، راح نشوف إذا تنجح الطريقة. راح أتركها بعد فترة إن شاء الله وراح نشوف شو اللي يصير معها. فلحد الحين ما نجحت، ولكن راح نتم نحاول إلى أن نوصل نتيجة مع الترقيد الأرضي. فاللي عنده أي سؤال على أن التجربة ما نجحت، ممكن يتركها في قسم التعليقات بخصوص هذا الموضوع أو أي موضوع ثاني، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.